يعتدى قوات الاحتلال تعتدي على مواطنة بالضرب يعني ومعها أطفال ومعها أطفال يتم الاعتداء عليها وبحوزتها أطفال نعم وأيضا اعتدي على الطفلة بالضرب المبرح من قبل أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا قوات الاحتلال نعم يعني لم يحدث شيء فقط المركبة يعني قامت بالمرور من الحي قوات الاحتلال اعتدت عليها أو قطعتها بشكل مفاجئ لا يعرف السبب ولكنها قامت بتوقيفها قامت بالاعتداء على صاحب هذه السيارة وتخلط أمام يعني عين تفرقها هي تقوم الآن باحتضان ابنتها الصغيرة خبيث 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 أين هو خبيث